أهلا بكم. ضيفي اليوم قادم إلينا من منابع متعددة، فهو الباحث والمؤلف في شؤون الفكر الإسلامي والتصوف، وهو الممارس الجاد المتميز للمديح والسماع الصوفي وللإنشاد الديني والموسيقى الأندلسية العريقة، أكاديمي رصين مبدع يجيد السفر بالأرواح إلى مراتب الوجد والسكينة والسمو، وأيضا وجه إعلامي يقدم بكثير من العناية والتدقيق ثقافة التصوف والفكر الإسلامي في سعيه الحثيث من أجل نشر قيم الفكر والتنوير والجمال وأجوبة الأسئلة المستعصية على الحائرين. أسعد اليوم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الثقافي التي نبثها لكم من هنا من استوديو M24 أن أجلس معه وإياكم في هذا الحوار المشرع على العديد من الأسئلة. الأستاذ سيدي محمد تامر الحرق، أهلا وسهلا بك في المشهد الثقافي. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة أستاذ ويدان. حقيقة يحلو لي دائما أن أسافر بضيوفي إلى المنبع الأول، وأنت ابن دار ضمانة وابن مدينة وزان وابن الفقيه وابن الأم التي لا يعني تمل من الذكر، وطبعا هذه الأذكار الجميلة. كيف تستحضر هذا النبع الأول سيدي محمد؟ مدينة وزان كما تعرفين أستاذ ويداد مدينة الصلاح والصلحاء، وهذه المدينة التي غطت أرضيتها ومساحتها أقبية الصالحين، مثلما تسري وتبللت تربتها أيضا بروحانية هؤلاء الصالحين. ضمن هذه التربة نشأت، ومن ثم تشبعت بهذه العلاقة المخصوصة بالمعنى. صحيح. هذه العلاقة المخصوصة بالدين، العلاقة تقوم على الجمال، على الروحانية، على هذا الذهاب المتجدد لهذا الأفق الروحاني الذي من خلاله تنبني العلاقة مع الحق على المحبة. ذاك ما رضعته من ثدي أمي رحمها الله، وذاك أيضا ما تربيت فيه على يد أخ يعتبر شيخي أستاذ سيدي أحمد الحرق، أجل له التحية من هذا المنبر. الرجل الذي فتح لي مسار المعرفة في بيتنا، وجدته مولعا بالكتب، مولعا بالمخطوطات، مولعا بالمعرفة. فكان هذا الاجتماع بين المعرفة وبين الذكر، حيث كان بيتنا دائما في احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قادتني والدتي رحمها الله لتغرسني في مجمع الذكر، في حلقات السماع. نعم. هناك تبللت بالأنغام، تبللت أيضا بالرمز الصوفي، تبللت بعرق الحضرة، تبللت أيضا بهذه المعاني التي لا تنقال، التي ربما أجدها تشكل منبعا لتفكيري، لحيرتي، لكتابتي، لأيضا أسئلتي، لكنه أيضا منبع لا ينضب لكوني لا أستطيع أن أستوعب سره، إنه يظل سرا في داخلتي. جميل، هنيئا لك سيدي محمد الحراق بهذه هذا المنبع الثري بكل تأكيد. طبعا يحيلنا اسم الحراق على أحد الفقهاء الكبار وأحد شعراء التصوف الكبار العارفين بالله سيدي محمد الحراق، الذي طبعا بكل تأكيد نستحضر هنا أنه قدم شرحا مفصلا لصلاة المشيشية، والذي يقول إن الهمة العالية هي التي لا ترضى بدون الله، إذ ليس وراء الله وراء. يعني هل هناك علاقة نسب بينك وبين هذا الشيء؟ أنا شجرة نسبي حراقية، فأنا نعم. ابن الشجرة الحراقية، والشيخ سيد محمد الحراق شكل دائما بالنسبة إلينا هذا الأنموذج، هذا الأنموذج للرجل العالم والفقيه والصوفي والمربي أيضاً والأديب. نعم. لم ينهش في تربيته الصوفية التقشف ولا البدادة ولا الأخذ بالمرقعات ولا غير ذلك أبدا. كان يتطيب بالطيبات ويتنعم بالفاخر من الثياب والفاخر من المأكل والمشرب. نعم. لكنه كان يؤسس ليترجم فلسفة روحانية صوفية شاذلية، أن الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت. جميل جدا، وما أحوجنا إلى هذه النماذج اليوم؟ طبعا ما أحوجنا اليوم هو الذي كان يقول دخلت من باب الفضل فلا أدل إلى عليه، بمعنى آخر أن باب الجمال هو باب التعلق بالحق سبحانه وتعالى. وضمن هذا في أشعاره الرفيعة التي ما زالت إلى اليوم تنشد في بهي الألحان وزهي الإيقاعات والأنغام.
طبعا سيدي محمد تهامي الحرق، أنت سلكت طريق التحصيل الأكاديمي على نفس الهدى وعلى نفس الطريق، فبعد الإجازة وشهادة استكمال الدروس المعمقة في تخصص الغرب الإسلامي حصلت على دكتوراه سنة 2006 في موضوع كما أسلفت رسالة فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار. إلى أي درجة اليوم نحن في حاجة إلى استثمار وإلى النهل من هذه المعارف حتى يعني يكون هناك، أقصد معرفيا وأقصد روحيا وأقصد جماليا أيضا، حتى نضمن هناك حتى تصالح في المجتمع بين موروثه الفكري الإسلامي؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال الهام. ما أحوجنا اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى، نعم، أن نثمر هذا الإرث. أنا شخصيا أقيم تمييزا بين التراث والميراث. جميل. التراث، حين نتحدث عن التراث نتحدث عن الإرث في بعده الماضوي، في بعده، نعم، التاريخي، صحيح. لكن حين نتحدث عن الميراث نتحدث عن هذا الإرث وقد انتقل إلى يد الأحفاد، ومن ثم أصبح عليهم أن يبذلوا جهدا لإعادة امتلاكه. نحن اليوم في حاجة إلى هذا الإرث لإجابة عن أسئلة كثيرة، أشير فقط إلى واحدة طبعا، وهو أن من آفات الخطاب التديني المعاصر الذي أصيب بها لأسباب كثيرة تاريخية، آفة ما أسميه بالتبئيس. نعم. التبئيس هو أنه طغت على بعض مظاهر التدين صورة العبث والبؤس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس. ويتيح لنا هذا التواصل مع هذا الإرث العرفاني البادخ الذي اعتنى بالجمال شعرا، سردا، موسيقى، لباسا، أيضا سلوكا طبعا، نعم. أشرنا قبل قليل إلى الطريقة الصوفية، صحيح، الحراقية، طريقة جمالية. نحتاج إلى أن ننهل من هذا الإرث لندفع آفة التبئيز ولنعطي هذا الأفق الجمالي للتدين الذي من خلاله يتصل الحق الإنسان بالحق سبحانه وتعالى من خلال صلة رفيعة مركزية في ديننا هي صلة المحبة بكل تأكيد، وهذا أمر رئيس التي هي جوهر كل شيء في هذا الكون. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الغاية الكبرى هي تحصيل هذه المحبة أو تحقيق المحبة. هؤلاء الناس بهذا الإرث العرفاني في مظاهره السلوكية والمعرفية والفنية الجمالية يؤكدون على أن المحبة هي التي تثمر هذه الصلة، نعم، السليمة بالحق والتي تترجم في الإحسان والرحمة بالخلق. أعتقد أن هذه الصلة ونستطيع من خلال استثمار هذا الإرث، من مثال رسالة فتح الأنوار، صح، هذه الرسالة هي في التأصيل والتأسيس لفن السماع الصوفي. أكيد. أفتح قوسين لأقول لك أستاذ وداد أن علماءنا لم يكونوا يجدوا غضاضة في الجمع بين العلم والفقه والشريعة والفن بكل تأكيد، مدخل أساسي طبعا ابن حزم، منذ ابن حزم في الأندلس الذي طبعا هو فقيه كبير وعالم أصول كبير ورائد في المذهب الظاهري، وأيضا كتب في الحب طوق الحمامة، وكتب في الشعر، وكتب رسالة في الموسيقى، نعم، إلى آخر أو أحد علمائنا المتأخرين الرباطي أبو إسحاق التادلي الرباطي الذي هو شيخ الجماعة رئيس علماء المغرب في الرباط، ولهم كتاب أغاني السيقة ومغاني الموسيقى. أكيد. وأيضا الشيخ الدلائي، هذا الرجل هو عارف كبير ومرب، وله أشرت قبل قليل إلى شرح الصلاة المشيشية الشيخ، نعم، محمد الحراق. الشيخ محمد الحراق لم يكمل شرحه للصلاة المشيشية، وصل إلى اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام ووافته المنية. فالذي أكمل الشرح هو تلميذه الشيخ محمد العربي الدلائي الرباطي. هذا الرجل إلى علمه وصلاحه وفقهه وتصوفه كان عارفا بالموسيقى، بموسيقى السماع، وأسهم في النظم وأسهم في التلحين وأسهم في التكوين على هذا الصعيد. لماذا؟ لإيمانهم بتكامل هذه الأبعاد في البعد التربوي، بل لإيمانه بما أخذه عن شيخه مما يسمى بالتربية بالطرب. سنعود، نعم، إلى هذا الموضوع، نعم، لأنه أثار انتباهي حقيقة، وأنا أعد هذه الحلقة، نعم، أنك أفردت له يعني حيزا مهما في بحثك. ولكن أستاذ سيدي محمد تهامي الحرق، هل تعتبر
يعتبر بأن الولوج إلى هذه العوالم يعني هو حكرا على فئة معينة عارفة ولا تمتلك مفاتيح أولا النصوص والعوالم، فبالتالي هي ليست متاحة لكل الناس. أعتقد أن دور الزاوية كان أساسيا في إتاحة هذا الأمر لكل الناس. نعم. الزاوية كانت مؤسسات الصلاح وما زالت مؤسسات الصلاح مفتوحة في وجه العموم، وفي الزاوية نجد دائما رباعية الذكر والمذاكرة والعلم والمحبة. صحيح. ومن ثم ربما كان السماع والذكر هو أوسع شيء يمكن أن يجعل هذه المعرفة تنفتح على كل الفئات، لأن الناس سواسية في التأثر بالجمال. صحيح. في التفاعل مع الموسيقى. نعم. في التفاعل مع الإيقاع، لأن هذا أمر فطري في الإنسان، لذلك توسلوا بهذه الوسائل الجمالية لكونها تتيح الإمكانية لأكبر الشرائح الممكنة مهما كانت مستوياتهم الثقافية لتشرب هذه المعاني. طبعا لذلك الزاوية نجد فيها الفقير أو المريد هويته في علاقته بالتربية الصوفية، وليس يشترط فيه تكوينا أكاديميا. نعم. ولا تكوينا، لا، بل تكوينا فطريا أصلا، تكوينا فطريا سليما. نعم. لكي يتربى. إذن الزوايا في بعدها التربوي كانت أساسا تريد أن تحقق هذه بين قوسين هذا الاصطلاح. نعم. هذه الديمقراطية الروحانية في التربية. صحيح. الروحانية. صحيح. للجميع. هنا نشأت يعني تعبيرات مختلفة، المريد، الورد، فقير، الشيخ، التمام، الفقير، المعجم، قائم المعجم خاص بهذه. نعم. بهذه الرياضة. ولكن هنا يعني حينما نتحدث عن هذه العوالم نتحدث عن المجاهدة، عن المكابدة، عن مقام التوبة، نتحدث عن سماوات الرضا التي تفضي إليها هذه. تمام. الرياضة الروحية، النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، ثم النفس المطمئنة، ثم النفس الراضية المرضية. طبعا هذه المراتب تفضي إلى هذه السكينة وهذا، ولكن ضغوطات الحياة يعني مشاكل الحياة تبعدنا عن هذه الرياضة الروحية كما أسميتها قبل قليل. كيف السبيل إلى جعل هذه الرياضة الروحية يعني نمط حياة؟ الأمر يتعلق أولا بتجديد أدوات التربية الصوفية نفسها. نعم. الصوفي كما هو معروف في لغة القوم، الصوفي ابن وقته، ابن وقته بمعنيين، ابن وقته أي ابن حاله ومقامه ووجده، ويعبر عن المقام الذي وصل إليه، قد علم كل أناس مشربه. نعم. وأيضا ابن وقته، ابن بيئته، وابن لحظته التاريخ. صحيح. ولذلك صوفية هذا الزمان عليهم أو يجب عليهم، ومنهم من يقوم بذلك، أن يصغوا إلى أسئلة ونبض هذا الزمان. صحيح. هذا زمان له خصائص أخرى، فيه عوالم التواصل المنفتحة، فيه الماديات لها دور في تشكيل نفسيتي وأحلام الإنسان في السياق المعاصر، فيه هذا الانفتاح الغير مسبوق في التاريخ الذي جعل الإنسان إنسان مواطنا كونيا في لحظته التاريخية. إذن ضمن هذه المعطيات يجب أن يفكر أهل التصوف، ومنهم من استطاع ذلك أو يشهد في ذلك، لكي يستطيع أن ينقلنا إلى هذه الآفاق المتعالية المتسامية السبحانية الروحانية، لكن من داخل خصوصية لحظتنا التاريخية الراهنة طبعا. راهنة. التي نعيشها بكل تأكيد. ولذلك الشيخ سيدي محمد الحرق كما أشرت قبل قليل، من بين ما كان يشير إليه هو في القرن التاسع عشر. نعم. للميلاد، كان يقول أنه أن ما كان يبذله الصوفية من أذكار كثيرة وطويلة وخلوات واسعة ليصل إلى مقامات، قد يصل إليه صوفي وقته ببذل الأقل. جميل. لماذا؟ نظرا لتغير اللحظة التاريخية، فما بالك لو كان في لحظتنا المعاصرة. صحيح. إذن أيضا يمكن هناك اجتهاد مفتوح، لأن اليوم نحتاج إلى إنسان يستوعب تناقضات زمانه، لكن يمتلك هذه القدرة أن يستمد من هذه المنابع الروحانية ما به يحقق المناعة الإنسانية. صحيح. حين تنجرف مع الرأسمالية المتوحشة، مع الليبرالية، مع الديانة الاستهلاكية. نعم. إلى غير ذلك. وأنت تحدثت عن المناعة، وهذا يعني وصف حقيقي، يعني أن تكون هناك جدار ضد كل هذا المد الذي يغزو البشرية للأسف ويبعدها عن إنسانيتها. طبعا كما تفضلت، الأمر يتجاوز تهديد الإنسان المسلم.
أمر يتعلق بتهديد الإنسان في إنسانيته. صحيح، بكل تأكيد. ومن ثم لا بد لكل الثقافات أن تنهل من مرجعياتها الروحية لتستمد ما يمكن به أن تواجه ما يسمى اليوم بأزمة المعنى. بكل تأكيد. أزمة المعنى. صحيح. أزمة المعنى هو هذه الحيرة، هذا التيهان، هذا الفقدان البوصلة أمام كثرة طوفان المعلومات، طوفان التناقضات، طوفان التجاذبات، انهيار الحدود بين اللغات، بين الثقافات، بين الأديان، بين العقائد. وأصبح الإنسان يجد نفسه أمام تجاذبات لحقائق تدعي لنفسها الكمال في الوقت الذي يؤدي تعرف كل واحدة منها على الأخرى إلى تنسيبها. صح. ونحن أمام، لذلك نحتاج إلى أفق آخر، لذلك نحن في أمس الحاجة اليوم إلى الروحانيات بكل تأكيد، بكل مشاربها. ولكن التقطت لك دكتور قبل قليل كلمة الحيرة، وأنت الذي تسبح في عوالم المتصوفة الكبار، ابن شيخ العارفين ابن عربي، طبعا السفشري الذي أفردت له كتابا، وطبعا العديد من الأسماء الكبيرة في مجال التصوف، سيدي بلعباس السبتي إلى غيرها، يعني وأنت كذلك الباحث في هذا المجال والمتمرس في هذا المجال، في مقام الحيرة حينما يقول شيخ العارفين بالله: كل من حار وصل والذي اهتدى انفصل، هل ما زلت في مقام الحيرة؟ الحيرة هي عين الوصول. يقول سلطان العاشقين عمر بن الفارض وهو ينظر في حديث النبوي: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلضى هواك تسعرا. والشيخ سيدي محمد حرق له دعاء: اللهم زدني فيك تحيرا وبك افتتانا، وغيبنا فيك عن كل شيء سواك، حتى لا نكون إلا منك ولك أو بك ولك، حتى نبتعد عن معنى الحيرة التي قد تفضي إلى معنى الشك، يعني حتى لا يقع هناك لبس. الحيرة هي الإدهاش ربما، نستطيع أن نجد تعريفا لها من قولة تنسب إلى أبي بكر الصديق: العجز عن الإدراك إدراك. الله سمع. العز عن إدراك إدراك. ما معنى الحيرة؟ الحيرة هو هذا الذهاب اللانهائي في معرفة الحق، هذا السفر اللانهائي لكشف فتوحات الحق في فهم الإنسان لنفسه، لعلاقته بالوجود، ولعلاقته بربه، هذا الذهاب الذي ينسخ نفسه بنفسه، هذا السفر الذي ما يفتأ يسفر عن حقائق يتجاوز بعضها بعضا. جميل جدا سيدي محمد الحرق. طبعا أنت كذلك أحد الذين يقبضون على الجمر فيما يتعلق بالذاكرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، الذاكرة الجماعية والموسيقى الأندلسية والكثير من نوبات الآلة، وكذلك السميع المديح والسماع الذي يعكس غنى وثراء موروثنا الثقافي. إلى أي درجة لا يخشى اليوم على هذا الموروث؟ وهل يعني أنتم يعني تعدون جيلا حاملا لهذا الموروث؟ السعير من ذاك الحوار الشهير بين الشارح الأكبر الوليد ابو الوليد مرشد، نعم، والشيخ الاكبر محي الدين العربي، ذاك اللقاء الذي حكاه الشيخ الاكبر في فتوحاته بينهما، السعير من جواب الشيخ الاكبر: نعم ولا. ولا هنا مكمن. نعم ولا. نعم. نعم هناك اجتهادات للمحافظه على هذا الارث، والعمل على توثيقه، والعمل على صيانته، والعمل على نقله للأجيال، والعمل على استحضاره كإرث جماعي يصون ليس فقط الذاكرة ولكن الوجدان الجماعي، ويسهم في التلحيم الروحي للأمة، وهذه وله وظائف فضلا عن وظائفه الفنية والجمالية، هناك وظائف روحية ووظائف تربوية عظيمة يمكن أن نعود إليها. نعم. إذن هناك عمل يقوم به المجتمع المدني، تقوم به المؤسسات الرسمية، يقوم به أفراد غيرون، يقوم به المجتمع حين يستدعى المسمعون إلى بيوتاتنا الخاصة في الأفراح والأتراح. هذه وسائل من وسائل محافظة المجتمع على ميراثه. بكل تأكيد سيدي محمد الحرق، ولكن تامر الحرق، وإنما يعني في مناهجنا التعليمية ألا يجب أن نستثمر هذا؟ هذه هي اللالة التي سوف أتي. نعم. إليها، وهي أن هذه الأمور لم تعد كافية. نعم.
لماذا نظرت التطورات والتحولات الاجتماعية والثقافية والتاريخية العامة التي حصلت في المجتمع. إذن لا بد من مأساسة هذه العناية، لا بد من أن تتأولا لا بد أن يدخل هذا الإرث إلى جامعاتنا بكل تأكيد، جامعاتنا على المستوى الأكاديمي، على المستوى توثيقا ودراسة وتعريفا بالأعلام وبالمدارس وبالنصوص وبالموسيقى وبالإبداعات. كل تأكيد سيدي محمد الحراق. طبعا أنت إضافة إلى تجربتك الإبداعية والفكرية والعلمية اشتغلت في مجال السمعي البصري وقدمت العديد من البرامج، يعني قدمتها وطبعا أعددتها، وأذكر منها فقط على سبيل المثال إلى الحصر لأنها الكثير حقيقة، مملكة الأولياء جل ترى المعاني، أحببته جدا هذا العنوان، قيم وأذكار، قيم ومعاملات، محبرة الأولياء، رحيق الكلام، محاسن المجالس، رياض الجنان، إلى غيرها من البرامج التي قدمتها القيمة حقيقة والهادفة. إلى أي درجة طبعا يسعى الإعلام إلى يعني نشر قيم هذه التي تحدثنا عنها، دور الإعلام في هذا النشر، في هذا طبعا تمرير هذه الخطابات؟ أعتقد أن الإعلام يجتهد اجتهادا محمودا في هذا الباب، وما هذه النافذة، هذه الجلسة إلا دليل على ذلك، وهذا المشهد الثقافي إلى لحظة من هذه اللحظات التي نعتز بها ونشكر عليها قناة M24. ثم أيضا لا بد أن ننوه بتأسيس مولانا أمير المؤمنين لقناة وإذاعة محمد السادس. نعم طبعا، التي هي مجرد أن يحمل منبر إعلامي اسم أمير المؤمنين في هذا رسالة، صحيح الأمر ليس عفوا في هذا رسالة وفي هذا معنى أساسي، وهو أن تم بعدا معرفيا وروحيا وجماليا لمؤسسة إمارة المؤمنين تشكل طبيعة التدين المميز للشخصية المغربية. صحيح. هذا التدين القائم على قيم السماحة والاعتراف بالآخر والقبول بالمختلف والعناية بالجمال وتقديم ما يمكن للإنسانية أن تفيده من مرجعيتنا الروحية في معالجة كثير من القضايا التي أشرنا إلى بعضها من القضايا. طبعا سيدي محمد الحراق، أنت أغنيت المكتبة المغربية والعربية بالعديد من الإصدارات الهامة والدالة، سأذكر هنا بعضا منها فقط على سبيل الحصر لأنكم ما شاء الله عليك كتبت كثيرا في هذا المجال. طبعا حادي العشاق، وهذا طبعا اقترابات من تجربة شيخ المديح والسماع سيدي عبد اللطيف بن منصور. طبعا في الجمالية العرفانية، إني ذاهب إلى ربي، وهذا حقيقة مرجع جميل جدا. مقاربات في راهن التدين ورهاناته، مقام التجلي في قصائد الصوفي، في قصائد الصوفي أبي الحسن الشوشتري، الأنوار لا تتزاحم، وهي عبارة عن مقالات وحوارات، طرر على درار، إضاءات على بعض متون أشعار المتصوفة، وغيرها حقيقة من الكتب الكثيرة. يعني في ظل هذا التطرف وهذا المد الذي نعيشه في مجتمعاتنا، هل في رأيك ما زال هناك قارئ شغوف بهذا المتن الذي تقدمه سيدي محمد تامر الحراق؟ أعتقد أن أنت شاعرة وأنا أعتز بتمتعي بكثير من نصوصك الجميلة وتعرفين هذا الأمر. حين يكتب الكاتب لا يفكر في لحظته التاريخية ضرورة، نعم، إنه يكتب لقارئ مفترض، صحيح، لأزمنة قد تأتي لاحقا. ثم إن الكتابة تفعل فعلها وإن على مدى من الزمن، صحيح، تفعل فعلها، تؤثر تأثيرها، تصنع آفاقا، تشكل منابع يمكن لمن يرتادها ويردها أن يستفيد منها، أن تشكل لك الماء الذي يسقي به طموحه وأسئلته وآفاقه. أعتقد حين أفكر في الكتابة أفكر بهذا الأمر، أفكر تفكيرين متزامنين، تفكير لحظي وهو أن أسهم على قدر المستطاع في أسئلة لحظتي التاريخية، نعم، في اهتماماتي وانهماماتي مجتمعي،
وايضا في اسئلتي الخاصه الذاتيه بكل تاكيد تعرف على الذات اولا في اسئلتي الحركه ثم ايضا في ان القي بقطره ماء في هذا البحر اللجي الذي سوف يعود اليه الانسان في لحظه ما من اللحظات علنا نسهم في تبليل إنسان ما بما يمكن أن يفيده في أسئلته الخاصة. سيدي محمد تامي الحراق، تمنيت لو أن زمن البرنامج يسمح أكثر للاستفادة من المعرفة التي تقدمها من علمك ومن طبعا سخاء روحك. شكرا عميقا على استجابتك لدعوة المشهد الثقافي، وشكرا لكل ما قدمته للثقافة والفكر ببلادنا. أنا أيضا أشكر لك هذه الدعوة الكريمة، شكرا على كل ما تبذلينه في هذا المشهد الثقافي كي يظل مشهد متوهجا في بلادنا. شكرا لك سيدي محمد تامي الحراق. أما أنتم أوفياء المشهد الثقافي فأضرب لكم موعدا الخميس المقبل، ودائما على محجة الثقافة والفكر والفن نلتقي.